أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. الشهيد رضوان شهد بدمه على كذب النظام، كذب بشار القاتل قال أنه أوقف إطلاق النار إذا كان قد أوقف إطلاق النار، فمن قتل الشهيد رضوان الله أكبر الذي قتله قذيفة هاون من عصابات الأسد نزلت على بيته وهو آمن مطمئن لا يحمل سلاح ولم يقم بأي شيء سوى أنه من مدينة القصير